وقد حرصت بعثة الحج البحرينية برئاسة فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان على توفير كافة سبل الدعم والتسهيلات بالتعاون مع الجانب السعودي لحجاج مملكة البحرين حتى يقضوا مناسك الحج هذا العام بكل يسر وسهولة. للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة البحرين للحج. أهلا بك فضيلة الشيخ في نشرة أخبار الثالثة. ما هي أوضاع حجاج مملكة البحرين هذا اليوم يوم العيد، وما هي المناسك التي تم الانتهاء منها بالنسبة لحجاجنا، وماذا بقي لهم من مناسك؟ شكرا جزيلا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حقيقة يعني شكرا لاهتمام وزارة شؤون الإعلام بأخبار حجاج مملكة البحرين، ويسرني بداية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن أرفع باسمي وباسم أعضاء بعثة مملكة البحرين الحج وباسم حجاج مملكة البحرين من هذه الرحاب الطاهرة مكة المكرمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك المعظم محمد بن عيسى وسمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد حفظهم الله، وإلى شعب البحرين الكريم. سأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالأمن والإيمان والعز والنصر والتمكين والتوفيق لما يحب ويرضى. آمين. في الحقيقة بالأمس والله الحمد تم تفويج جميع حجاج البحرين من المشاعر المقدسة، وتم أدائهم لمناسك الحج ولله الحمد بكل يسر وسهولة. وأحب أن أطمئن الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات بأن حجاج مملكة البحرين بخير وبصحة طيبة ولله الحمد، وذلك بحسب المتابعة والتقارير اليومية التي ترد إلي من اللجنة الطبية، وإن كان هناك من أمراض فهي الأمراض الموسمية كالزكام والإنفلونزا التي تزول بعد يومين أو ثلاثة، ووجدت بعض الحالات المصابة والقليلة جدا وقد تم رعايتها وعلاجها وخرجت من العزل ولله الحمد وأدت مناسك الحج. والعيادة الطبية بالبعثة تستقبل المراجعين لعلاج مثل هذه الحالات. نعم. بعثة مملكة البحرين الحج في الحقيقة تحرص على متابعة أداء الحملات و... نعم فضيلة الشيخ، إذن لي كنت أريد أن أسألك عن هذا الموضوع. هناك جهود كبيرة كانت تبذل يعني منذ شهور منذ الإعلان عن بدء التسجيل لحج هذا العام، هل تعتقدون أن هذه الجهود التي بذلت آتت أكلها؟ كيف ترقبون ما تقوم به الحملات من خدمات لحجاج مملكة البحرين؟ هل حققت المطلوب؟ هل وصلتم لما تريدون الوصول إليه من خدمة لحجاج مملكة البحرين هذا العام؟ نعم والله الحمد، حقيقة يعني بعثة مملكة البحرين الحج تحرص على متابعة أداء الحملات ومتابعتها والاطمئنان على تقديم الخدمات اللازمة للحجاج من خلال فرق العمل واللجان الإدارية والطبية والأمنية والكشفية والتفتيش الصحي من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاجنا بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق يعني راحة الحجاج وتذليل العقبات والصعاب أمامهم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم. في الحقيقة لا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه من جهود جبارة وتسهيلات ومشاريع تطويرية في مكة والمدينة والمشاعر وتسخير جميع الطاقات خدمة وتيسيرا لحجاج بيت الله الحرام وحفظا لأمنهم وأمانهم وصحتهم وسلامتهم. ونشكرهم حقيقة على تعاونهم الكبير مع بعثة مملكة البحرين للحج حفظهم الله وجعل الله ذلك في مواجه حسناتهم. شكرا جزيلا لك. من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج.